اضطرار رفع الاثقال. اهلا وسهلا بكم اعزائي في هذه الحلقة الجديدة، اضرار رفع الاثقال. اعزائي، هناك العديد من الشباب الذين يتواصلون معي خصيصا في الاواني الاخيرة. اعزائي، رفع الاثقال للاسف اول موضوع مهم حول هذا الموضوع هو عملية النمو. اذ كنت شاب في مقتبل العمر ولم يكتمل نموك 100%، لا أنصحك بالاقتراب على الأثقال، لأنها تؤدي إلى بطء شديد في عملية النمو وأيضا توقف للطول. فإذا كنت أقل من العمر أو السن المتفق عليه لتوقف النمو، هذا أمر سيء إليك. وأيضا من الممكن أن تحصل على بعض المشاكل إذ كنت تمارس هذه الرياضة، مثل تمزق الأربطة والأوتار وأيضا حمل زائد على المفاصل وأنسجة الجسم بشكل عام. وأيضا إذ قمت برفع الأثقال دون إحماء، يعتبر أمرا سيئا، لا أنصح، لأنه من الممكن إصابات كثيرة وأضرار كثيرة.